المشهد يختزل كل شيء، طريق ضيقة ومليئة بالحفر. هذا هو حال الطريق الجهوية رقم 307، الرابطة بين فم الجمعة وثنانت بإقليم أزلال، على طول 15 كيلومترا. الطريق راه ما مزيان، مش راه قاصحة وما فيها منين ندوزو ولا والو. ما نتلاقاو ديما صداع، واحد طالع الاخر، هذا ما تيبيش يطيح، هذا ما تيبيش يطيح. وراه تقريبا شي عامين هادي باش الطريق وهي حابسة، كانوا بادين فيها شي يامات شوية حبس هاد المقاول، ما عرفتش عنده شي مشاكل. السائق سيارة الأجرة الكبيرة في مقدمة المتضررين، بعفوية عبر عن استيائهم وتذمرهم من هذه الوضعية. حنا راه طايبين غير مع البنوات والروتيلات ولي شابو والمونتيسورات، سيمانه بسيمانه ما كاين غير لوح بدل. وجابوا هاد الطريق ديال فم الجمعه لتنانت مكرفصه، لا مالين الطاكسيات مكرفسين، لا مالين الكيران، لا المواطنين، كل شيء هادشي مكرفس. تعثر الأشغال لأزيد من سنة ترجعه المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل بإقليم أزلال إلى عجز المقاولة المكلفة بالأشغال عن إتمام الصفقة. ما بين فم الجمعة حتى لتنانت على طول 15 كيلومتر، عرفت تعثر في الأشغال نظرا لتعثر وعجز الشركة المكلفة بالأشغال عن إتمام الصفقة. وقامت المديرية بإبرام صفقة جديدة، الشركة تقوم حاليا بلاشومينيون ديال الماتيريال، وإن شاء الله يعني أوكور هاد لاسومان إن شاء الله غادي ينطلقوا الأشغال ديال إتمام الأشغال المتبقية. الطريق الجهوية رقم 307 محور رئيسي، فهي تربط بين العديد من الجامعات الترابية بإقليم أزلال والطريق الوطني رقم 8، واستكمال الأشغال من شأنه أن يفك العزلة عن ساكنة تتجاوز 30 ألف نسمة.